مروان احمد بيقول كابتن ميشيل يسر حبك شديد لنادي الاهلي، قال كده الحقيقه ورد والاهلي تشادي جاي. كابتن جمال بيقول كابتن ميشيل لسه احنا بنحبكم لانكم محبين للاهلي من القلب، انت اصبحت رمز لجمهور النادي الاهلي. هقول لك المثل الشعبي المصري، من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه. زياد العشماوي بيقول اذا كان في عرض اجنبي لحضرتك هتوافق ولا هتفضل تدرب الناشئين في النادي الاهلي؟ اجنبي اوت اوف ايجيبت يعني. نو ان اوروب جي في 21 ans. قعدت 21 سنه بدرب في اوروبا. جو بونس جي دوني. اعتقد اديت كتير هنا. بو موا سي تري امبورتون ديفلوبي كيلكي شوز ايسي. ان اطور حاجه هنا. جو بونس كيسي اون ا بوزوان دو موا. افضل ما دام الاهلي محتاجني هنا. ما جو بيد مانفستير دون الكلوب. وانا احب استثمر وقتي في النادي. ايسيي دو فير غراندير لي غارديان. اعلي مستوى حراس المرمى. كوني بلوزيور غارديان كي فراب على لابورت ديال ليكيب بريميير. يبقى داخل في حراس كتيره جدا ممكن نغذي بيها الفريق الاول.